بورسعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد. صباح الخير للغالين علينا الكل. شكون الغالين علينا؟ هما مستمعينا ومشاهدينا. قلت لكم اول الحصه اليوم معنا مياع الخوي ديما هكا نهار 3 ونهار السبت عنا مياع الخوي على صفحه نتاع الاذاعه الوطنيه. اليوم سؤالنا قديش عدد الجامعات التونسيه المصنفه ضمن قائمه مركز تصنيف الجامعات العالميه، يعني قد عنا من جامعه جاء اسمها في القائمه نتاع أحسن الجامعات في العالم. نحن قلنا المعلومة وقلناها مرتين، قلت أنا ما بين 6 و7، وزيد قال هنا حسام في الزابينج بكل المعطيات. أنتم المطلوب منكم تدخلوا على الباج أوفيسيال، صفحة رسمية للإذاعة الوطنية، وتعطيونا قديش من جامعة تونسية مصنفة ضمن قائمة مركز تصنيف الجامعات العالمية. توا مش نمشي ونحكيه على موضوع مهم جدا يحكي عليه العالم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مع التغيرات المناخية. العالم الكل يحكي على الموارد المائية ونقصها من سنة إلى أخرى. زعما نحن في تونس شنو أحوالنا؟ هذا هو السؤال اللي مش نطرحوه على خبير المياه سي عبد الله الرابحي. سي عبد الله صباح النور. صباح الخير ليك وكافة المستمعين. أهلا وسهلا بيك. أول سؤال نسأله لك وانتي خبير في الموارد المائية، ما هي الوضعية الحالية للموارد المائية في تونس؟ والله اليوم الوضعية معناها احنا ديما كي نحكو على الماء نحكو كان الموارد السطحية، نظرا للموارد الجوفية معناها تحت الآبار والعميقة هذوكم تحت الأرض ما نشوفوهمش، لكن نجم نقيسوها توا هو الموارد السطحية اللي هي السدود. اليوم عندنا في السدود حوالي 800 مليون متر مكعب، تو بعد نفسرها معناها اليوم نسبة الامتلاء هي 34.5، معناها لو طو دو رومبليساج دو سي باراج، معناها الوضعية معناها 30 تقريبا ثلث، تختلف من سد إلى آخر. كذلك السنة هذه تميزت معناها السدود بربما الوضعية معناها ما الإيرادات اللي جات للسدود هي 622 مليون متر مكعب من أول السنة، أي من أي السنة الهيدرولوجية، أي من أول سبتمبر إذا غاية اليوم. هل هالكمية هذه تقريبا المعدل نتاع الفترة العادي هو 1.665 مليار، تقريبا أيضا الثلث من الإيرادات جاتنا سنة. هي سنة معنا خير من عام أول على مستوى إيرادات السدود والإيرادات بصفة عامة سطحية خير برشا. إذا كان نشوفوا سيليسال مثلا أكبر سد، لأنه يعني تختلف من سد إلى آخر، اليوم في 222 مليون عام أول في الوقت هذا فيه تقريبا 96. وبالتالي سيد البراق اللي هو من أكبر السدود واللي هو السد يسمى محوري سنترال، معنا السد هذا فيه تقريبا أكثر من 45%، أي حوالي 140 مليون حسب الأرقام. هل هذا يكفينا مش نعدي وصائفة يعني مرتاحة من ناحية الموارد المائية؟ والله أنا دي ما نقول معناها الوضعية خير بعم نول، وإذا كان عم نول تعدينا معناها السنة بحول الله الوضعية خير من عم نول، لكن بحذر أنا أقول ليست الوضعية معناها صعبة جدا، لكن تدعي تتطلب الحذر. أي نوع من الحذر؟ شنو نقصد به الحذر؟ الحذر هو الكميات الموجودة حاليا نحسن توظيفها واستغلالها. إيش معناها؟ معناها ما نحلوش البنات كي منحب، معناها اليوم لابد باش نمشوا بالقسطاس. إيش معناها؟ معناها بلغة أخرى إذا كان نحبوا نحلوا ونقولوا عنا ما تو نوفوهم في شهرين، لكن إذا كان نتحكموا فيهم وشوية بالكوتا كيما عم نول نسيبوا في الوقت معين، نقصوا في البوانت، نصلحوا التقصيرات، معناها هذا كله هي معناها معاها. كذلك ربما ما نتوسعوش في الزراعات، ربما ما فيهاش حتى معناها فايدة، نقولوا فايدة نخسر الوقت الحالي. مثلا أنا باش نزرع الدلاع مش ضروري اليوم باش يكون عندي الدلاع، اليوم أيضا نقتصر على الزراعات الاستراتيجية ولا الأشجار المثمرة، إذا كان لا قدر الله ما عطيناهاش ماء الشجرة تموت، لكن باش نزرع الدلاع باش نزرع زراعات نجم نزرعها في أماكن أخرى. هذا هو تقريبا الحزمة اللي يلزم العمل عليها. معناها الوزارة في بالهبه اليوم كي نحكيوا على الماء واستعمال الموارد المائيه، عنا الاستعمال نتاع المواطن، استعمال في حياتنا اليوميه، وعنا ايضا الاستعمال الفلاحي. في الاستعمال الفلاحي وفلاحتنا تعيش هذا الأسبوع على وقع مجموعة من التظاهرات بمناسبة اليوم الوطني للإجلاء الزراعي وعيد الفلاحة. اليوم هل أن سياساتنا الفلاحية تتماشى مع التغيرات المناخية ومع نقص الموارد المائية؟ هل يجب إعادة النظر في السياسات الفلاحية اليوم؟ شكرا. هو
تحية للعيد الفلاحة، لأنه عيد الاستجلاء الزراعي عام 1964 هو يعتبر حدث كبير في تونس، وأراضينا الخيان ما يعرفوش، لأنه الخيان ما يعرفوش والصغار وإحنا بياتنا هما اللي ورونا معناها كان تروى معناها الأراضي كلها تقريبا عند المعمرين، معناها الناس كلها يتيرفوا لي، معناها سيبوهم وبعدوهم لك جبال وكل الأمور الأراضي الغير صالحة والأراضي. لكن نقولوا هالجلاء الزراعي وفي حد ذاته هو استقلال، نجم تقول استقلال تونس التام نظرا لرجع تام. لكن نقولوا اليوم معناها هالجلاء هذا وحكم التظاهرات اللي صارت ومشكورين، هنالك اتفاق، أنا نقول اتفاق كم اتفاق بالدراسات المعمولة في وزارة الفلاحة. عنا دراسة نتاع الماء في أفق 2050، عنا أيضا الكود دولو جديد، هو مجلة المياه جديد، وربما في كليمة بركة باش نبسطوهم، أيضا كل ما هو استعمال المياه المعالجة، التوجه نحو في بعض الأحيان إلى المحطات تحلية المياه، كل هذا تقريبا لابد يكون فيرمو الفلاحة، وهذا حسب الدراسات كلها لابد أن نرسي فلاحة جديدة بكل صراحة، لأنه مواردنا مع التقلبات المناخية، أنا أقول برشا خيان يقولوا معنى التقلبات المناخية ولا التغيرات المناخية، أنا أقول الانحراف المناخي. إذا كان نشوفوا أمس ولا النهارات الأخرانيين يخرجوا التقارير الأممية تقول لك هنالك ارتفاع غير عادي لدرجة الحرارة، وإحنا إذا كان نشوفوا في تونس أختي، إحنا عنا أصلاً إحنا بيدنا عنا صعوبة، عنا تغيرات أصلاً مناخية في مناخنا من الجنوب للشمال، نعدوا بخمسين إلى 1600 مليمتر، معنا عنا 300، إحنا بلاد سمية أريد معنا شبه جافة، وبالتالي وضعيتنا من أصلاً تقريبا ثلاث البلاد صحراء، وبالتالي نقول هذا يتدعي منا أنه التغيرات المناخية وضعية الموارد المائية اللي عبينا تقريبا جلها على مستوى السطحي، اليوم نستغله في أكثر من ما موجود على مستوى الموارد العميقة، كل هذا يقتضي منا باش نبدلوا في الحد، الحد مالي وتستهلك 80%، راهو النجم ونعملوها ترجعوا ب 70%، لكن بإصلاحات كبرى وباتجاهات كبرى وخارطة فلاحية جديدة، معناها يلزمنا نعرفوا إيش باش نعملوا. ربما كما قلت السؤال مطروح، هل لأني نعمل ونصدر نجيب من برا ما نجيبش من برا؟ كل هذه المعادلة موجودة في الدراسات 2050، والسيد وزير الفلاحة والسادة معنا الحكومة عندها الدراسة دي، هي إضافة إلى الدراسات اللي عملتها المعهد الاستراتيجي، إضافة إلى الدراسات تو استعمل مياه المعادلة، كل هذه الدراسات موجودة فيها، لابد من تحول جذري في فلاحتنا، تتطلب إمكانيات، تتطلب إنه جراند فولونتي بوليتيك، وتتطلب إصلاحات كبرى. نعم، من بين الحلول المقترحة اعتماد تحلية مياه البحر، هل هو حل؟ لأنه في العديد من البلدان وفي طرح لهذا الحل فمشكون ينقضوا، هذا ينجم يكون عنده انعكاسات بيئية كبيرة فيما بعد. شكرا، بالواقع في تونس ومشكورة أن أعطيتني فرصة صباح نكون بحذاكم ونبسطوا، معناها ما هو ذلك معناها تباين بعض الآراء، لكن حسب رأيي أنا المتواضع تونس معناها اليوم لا بد أول شيء من بريوريزي، معناها كيفاش نعملوا أولوياتنا. أول حاجة يخلي المال ضايع أختي نبيلة، المال اللي ضايع في الريزو واللي عندنا تقريبا 30% نسبة ضايع تقريبا، هذولا مش أسهل باش نعملوه؟ قد عنا النسبة الضياء؟ تقريبا معناها كل حسب السقوى حسب البعلي حسب الدراسات اليوم نسبة معناها تقريبا نسبة نجاعة الشبكات 70%، وهذا تعتبر متوسط، لكن اليوم يلزمنا نوصل إلى نسبة نجاعة إلى أكثر من 80 و90%. معناها إيش معناها نجاعة أختي؟ معناها أنا الكمية اللي نسيبها في أول الخزنة في أول الحلقوم معناها يلزم في الاخر خلاص نلقاها في الكونتور تاع الدار، واذا كان انا ما لقيتهاش في الكونتور معناها ضاعت في الارض. أي. هذه اول حاجه، معناها انا نسميهم ليزو فاسيل، وهذا اعتقادي يلزم الحاجه الاولى باش نكونوا واضحين. الثاني هنالك ايضا على مستوى الفلاحه، لمستوى الفلاحه راهو الناس كلها نعرفوا احنا ديما نحسبوا كان الماء هو الحل الوحيد للنبته، لا مش هو الحل الوحيد، صحيح فيتال وحل عنصر اساسي، لكن الماء وقت تعطيه برشا راه يضر النبته هكا ولا صحيح. اليوم عندنا لي سمارت، عندنا التقنيات الجديده، وهذا من جمله الحوايج. ثالث حاجه نقولوا الماء الفلاحه نجموا نعطوها اقل لكن تعطينا اكثر. ثاني حاجه اختي، انت تحب الفلاحه الماء يعطيك، لكن اذا كان انت ما تعطيش للمونيتور مثلا وما تعطيش ما تداويهاش في وقتها
وما تعملش العناية ما تحرفش. وسمى مثال، احنا اول درس قريناه في الجامعة هو ان بيناج فو ميو كو دوز اروزاج، راه تنجم انت كي ديك مطيره تحمر، او نعرف ناس كنا نعرفوها احنا توانسه نعرفوها كي تحمر شويه تحرك الارض مكتب نحك ليفابوراسيون. الحاجه الاخرى هي قلنا الحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه هي ايضا حمايه مواردك من 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 التبخر وحمايتها من الترسبات. معناها اذا كان انت عندك سدود توا ترسبات هو كل اكل ميلوسيا، هذا لا يلزمنا نعملوا برنامج نحمو به. الحاجه الاخرى هو ايضا لابد من ترشيد الاستهلاك والتوعيه. نقول اذا كان عملنا الحوايج الاخرى وحنا البيلون كل ورحين راهو الدراسه واضحه 2050، اذا كان باش نواصلوا بنفس التوندونس معناها اونورا بزوا على الاقل على الاقل 2 مليارات نقص بالماء، معناها بميزاننا بين العرض والطلب باش يكون نقص 2 مليارات. منين باش نجيبوه؟ لابد نجيبوه من الحوايج الاولانيه، الماء الساهل دبر، نستعملوا المياه الامطار، نستعملوا التقنيه، واذا كان ناقص نجيبوا تحت محطة التحلية، وهذا موجود. ثم زوز عناصر أساسية، محطة التحلية كما يقولوا برشا من الناس هو موجودين، الزارات هي لها تخدم تدخل توا لها سنين معناها دخلت عمل دخلت برمجة وباش تدخل قريبا محطة الزارات في جبس، عاد محطة الجربة هي أيضا كانت مبرمجة وأنا خدمت عليها وخلي وإن شاء الله معناها تكمل في القريب سوسة، باش تبقى لنا عملية. ليش نقولوا للناس اللي يسمعوا فينا؟ لأنه مش ممكن في تونس باش تبقى حتى من التكنولوجيا تبقى في معزل عن التقنيات الجديدة. ما ندروش اليوم لي سيناريو نتاع التغيرات المناخية، لي سيناريو دو شونجمون كليماتيك، وأنا نقول تم ناس تدعو حتى تقول معناها الوضعية صعبة جدا والناس تشوفوا فيها. خمن قال توا عندنا تقريبا من 2016 أختي نبيلة معناها تقريبا عام واحد معناها نعتبر فيه إن عام طيب عام 2019، ما عدا ذلك هي الإيرادات نتاعنا في حدود 60%، إيرادات 60%. اليوم السنة تعالوا قد سبت المطر اختي نبيله قديش؟ انا ما وصلنا كان 70% على تونس بحسب علميه، 70% من المعدل اللي وصلنا. دونك براتيك مو عيدنا ولت صعب. ولو مش كان احنا راهو شوفوا المغرب راهي تعاني، راهو برشا بلدان نعم. بكل صراحه ما انا اصبح كيما قلت سيادتك هو وضع عالمي، وضع صعب، والماء معناها اليوم في عديد الدول في فرنسا في الاتحاد الاوروبي معناها عاملين في معناها بدراسات كبيره وحتى تونس عملتها معناها كيف ان فلاحتنا تصمد. كيفاش اليوم شفتوا الغلاء نتاع لي برودوي، شفتوا الغلاء تو نتاع الماكله كيفاش ولت على المستوى العالمي، هذا كله بسبب الرئيسي هو الماء، والماء مع التغيرات المناخيه، اضافه الى ايضا اهدار مواردنا الجوفيه بالاستغلال العشوائي. اليوم لازم نستحفظوا على شويه اللي عندنا، اللي احنا كي جت الدنيا جافه رانا ما لقينا كانك الماء تحت الارض. صحيح ما نشوفوش كيفاش استغلال عشوائي، شنو نقصدوا به؟ معناها سي تري سامبل، انت عندك كاس في الماء، الخويا اللي يسمعوا فينا اذا كان عندك كاس دبوزه في الماء دبوزه باش تشربها، واذا كان معناها انت معناها الدخل نتاعك لونتري السورتي معناها ما تستهلكوا اكثر مما تدخل لك، الماء اللي يدخلها هو الانفلتراسيون، هو معناها الماء المائدة كل عبد تتمول معناها تشرب الماء وقت يجي المطر، وقت يجي المطر راك المطر هذيك وين تمشي؟ ما تمشي الارض لطه ولا اي وين تمشي؟ ما تدخل تحت الارض تمشي تغذي لنا هاك المائدة احنا نستغلوا فيها بالاباء. هالمائدة ذي تو اليوم ما يسقط من التساقطات المطر اللي يدخل لها ولا الماء اللي يدخل لها اقل بكثير مما احنا نجبد بالبمباج. اليوم عندنا استغلال في بعض الاماكن اكثر حتى من 150%، المعدل هو 130%، اي انه ناكلوا في راس مالنا. انت عندك شهريه معناها برشا ابار مقارنه بالماء اللي عندنا، معناها بالمائده الجوفيه نتاعنا. صحيح معناها هذا كل دراسات موجوده وعرضها لخيان عند الوزاره. نحب نحيي الخيان الفنيين وعندنا من الفنيين برشا خيان ايضا باش نقولها رغم برشا ناس ما يحبوهاش، راهو عندنا المياه الجوفيه كما يحكوا ناس تزينا تاع الجنوب تزينا الترند وحنا تزينا اكثر من 3500، مش صحيح. المائده هذه معروفه وخدموا عليها رجالات تونس بسباس نذكرهم مامو كاستيني على قرانا مرسيدي كلهم خدموا، والمائده هذه معروفه في تونس والجزائر. ولك علاش نحيي الاتفاقيه اللي عملوها توا باذن من سياده الرئيس حول المائده هذه، ولا بد ايضا من العنايه بالمائده هذه والاستغلال المشترك يكون ما يضرش بالامكانيات نتاع التجديد نتاع المائده. اخر سؤال، فكره احداث المواجل اللي هي مش جديده لانه اجدادنا وابائنا كانوا يستعملوا برشا الماجل، اليوم معناها مش وقت انه نشجعوا من جديد على وجود الماجل هذايا. والله اختي نبيله معناها انت مشكوره على جبت الموضوع هذا. احنا انا 2016 وكنت كنت نقول خدمنا على امر
حول احداث المواجن وتبنته التجهيز، لانه التجهيز المشكله في الريف مش مطروحه، لانه في الريف هنالك تشجيع من وزاره الفلاح، لكن في المدن نعملوا المواجن والصفاقسين والصفاقس وجربه، فظلموا كلهم ما يحسوش نظرا للي اكثر بلاد ينقطع عليها الماء، سامحني هي صفاقس وصفاقس، الناس تعيش بالمجن. اليوم المجن ذي فرحان لأنه تم الدكري وتم آلية جديدة عملوها، والبارح على نسمع في التلفزة الوطنية كونوا يلقوا إمكانية تمويل. دونك المواجن الذي كما تقول أنت الحل، ذكرت المرة اللي قلت يا الحل هل هو تحلية الماء؟ الحل هو متفت، فأنا ذكرتك شوي منه وشوي منه وشوي منه وشوي كل الإمكانيات حتى في حرث الأرض. المجن عجب، المجن راهو سهل جدا، إحنا تصب لك 1 مليمتر تعطيك 10 متر مكعب على الهكتار، وتصب مليمتر فقط وانت عندك بطحة يعطيك 10 مليمتر كل. واحنا نعرف فاتوراتنا معناها الشريحة الأولى ما بين 0 و20، يعني النجم نعدي شهرين ثلاثة حتى في الحالات القصوى النجم نلتجي بالمجن وماء طيب، لكن بمواصفات جديدة. وانا نقول كل الحلول، والحل الآخر هو تخزين الماء عن طريق كل الأشغال. تقول لك أنا نحمر، إيش معنى نحمر؟ معنى نخلي الماء يدخل تحت الأرض، النبتة ما استحقش للري، وبالتالي كل الحلول، ومشكور على التذكير هذا ودعوة، لأن يعني الناس كلها ما تقدرش على المجن في الديار، لكن اللي عنده إمكانية اليوم حتى برمت مالة عملنا تجربة 2017 في سبرولس، أنا الحق ما طليتش عليها، لكن التجربة دي موجودة حتى أون كوما النجم اليوم لا قدر الله راو 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 الماء. باش نقول كلمة أختي نبيلة، وأنا على مسؤوليتي لأني يعني أنا على الأقل مشرف شوية نتبع في الأخبار وحتى القيانة مع وزارة الفلاح. اليوم أنا باش تصلح الماء الدراسة، تعرف شو تقول؟ يلزمنا 25,000 مليار من هنا ل 2050، إيش معناه؟ معناه دي صوم كولوسال، معناه إمكانيات كبيرة، وهذه كلها نحن ندفع، لكن يقول هات كل واحد ياخذ بايو من المساهمة. أول شيء أنا نقتصد في الماء كفلاح كمواطن، كنحل السبالة وأنا ديما نعاودها، رانا نجمو نقتصدوا 50%، نجم نقول 80%، اللي في المدرسة توعية لوليداتنا، وبالتالي نعملوا هالنوادي ومشكورين هنالك جمعيات هذا. على مستوى الفلاحة مش نسيب الساقية ونخليها كما نقولوا خمري. معناه برا أنا الماء مو رخيص نسقه ونستنزف مواردنا. على مستوى الدولة يلزم حلاقم تتصلح، على مستوى معناه هذا كل نساهموا فيه، كل الجهود يلزم تتضافر مش نحافظوا على الماء هذايا، لأنه الماء هو الحياة والميدة المائية متاعنا، يلزم نحافظوا عليها، الفلاحة من شيرتها، ونحن المواطنين من شيرتنا، الدولة من شيرتها، البلديات مرات ترى حلقوم مكسر يقعد الماء يفيع قديش في حومة من الحوم ولا حياته لمن تنادي. فالحلول موجودة وكل حد يعمل اللي عليه. مع شكر الجزيل ليك سي عبدالله الرابحي، كاتب دولة أسبق ومكلف وخبير في المياه، نشكروك وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أبقى معنا بعد ضيف الماتينة لليوم مش نتحدثوا على موضوع كبير اللي هو المعلمين النواب. يوم سعيد.